هل تبيع على موقع ايباي ولاحظت قلة المبيعات على حسابك؟ إذا ابقى معي لآخر الفيديو لتتعرف على 5 طرق لزيادة المبيعات على حسابك على موقع ايباي. مرحبا، أنا رضا عازم، محاضر ومستشار في مجال التجارة الإلكترونية. وفي السنين الأخيرة نلاحظ كثرة الأشخاص التي تدخل مجال التجارة الإلكترونية، مما أدى لكثرة المنافسة في الموقع. فلكي ننجح على موقع إيباي علينا اختيار منتج فريد لبيعه دون أي منافسة وبسعر مغري للمتصفحين في الموقع. وهذه هي المهمة الصعبة لكل تاجر. الطريقة الأولى لزيادة المبيعات هو البحث المستمر عن موردين خاصين (private suppliers) يمكن التعامل معهم بمجال الدروب شيبينج، أي أن يشحنوا أي قطعة نريدها لأي موقع في العالم وعلى الأقل لمنطقة معينة. وعليك المحاولة في الحصول على الحصرية في بيع منتجات هذا المورد. ممكن في البداية المورد لن يقبل في إعطائك الحصرية في بيع منتجاته أنت فقط في الأونلاين، ولكن إذا حققت عدد مبيعات كبير من المبيعات أغلب الاحتمالات أن يقبل. يوجد عدة مواقع بالإنترنت يمكن من خلالها إيجاد موردين. يمكنكم التواصل مع تجار على موقع علي إكسبرس أو موقع علي بابا أو موقع أمازون. عملية البحث ممكن أن تستغرق الكثير من الوقت، ولكن لا تيأسوا، لأنه يكفي إيجاد مورد شخصي واحد لكي تبنوا مشروع تجاري مربح. الطريقة الثانية، استثمروا في تعلم المجال من أشخاص مهنيين. الكثير من التجار على موقع إيباي هي تجار مبتدئة، رأت بعض الفيديوهات باليوتيوب وبدأت العمل مباشرة، ويفتقروا من الكثير من المعلومات. إذا تعلمت المجال بطريقة صحيحة من الأشخاص الصحيحة ستتغلب بسهولة على التجار المهنيين. للأسف ألاحظ الكثير من التجار لا تعرف التعامل مع موقع إيباي، وفي نهاية المطاف تخسر مبالغ، وكل ذلك بسبب أنهم لم يتعلموا المجال كما يجب. لا تدخل للمجال إذا لم تتعلم جميع العوامل المهمة في المجال وأن تكون متمكن 100%، لأن مجال التجارة الإلكترونية مبني على الأشياء الصغيرة. الطريقة الثالثة هي مراقبة مستمرة للمنافسين. الكثير من التجار تتوجه إلي تشتكي من قلة مبيعات منتج كان يباع على متجرهم بكميات كبيرة قبل فترة. وعندما أسألهم هل فحصتم المنافسين الآخرين الذين يبيعون المنتج أو ماذا يفعل في متجرهم، الإجابة دائما لا، لم أفحص. مراقبة المنافسين هو عامل مهم جدا. ويوجد نوعين من المنافسين، المنافس المباشر الذي يبيع نفس المنتج الذي تبيعونه، والمنافس الغير مباشر الذي يبيع منتج هدفه هو نفس منتجك ولكن هو ليس نفس المنتج. راقبوا المنافسين واحللوا أدائهم، هكذا ستكون مستعد وعلى معرفة بما يحصل حولك. الطريقة الرابعة، تحسين مستمر لصفحات المبيعات. عند إنشاء صفحة مبيعات وإعلان منتج للبيع على موقع إيباي، هذه الصفحة التي أعلنتها عليك مراقبتها بشكل مستمر ومنتظم كل أسبوعين أو 3 أسابيع. ورؤية أداء مبيعات الصفحة وتحسين مستمر للمصطلحات للكيوردز المعرفة في عنوان الصفحة وفي وصف الصفحة، وأيضا تحسين صور المنتج. تغيير مستمر للصفحات يحيي الصفحة من جديد ويحسن تقييم الصفحة في نتائج البحث. الطريقة الخامسة هي متابعة السوق والمنتجات المستقبلية. ولا يمكن الاعتماد على المنتجات الموجودة لديك، عليك بشكل مستمر البحث عن منتجات جديدة لبيعها أو موردين يمكنك التعامل معهم وبيع منتجاتهم. متطلبات المشترين اليوم في هذه الأيام يتغير بسرعة، يمكن أن يحب منتجك اليوم واليوم التالي لا، لذلك عليك مواكبة جميع التغييرات التي تحصل والمثابرة في التوجه لأكبر عدد ممكن من الموردين، ولا تخاف من الكلمة لا. في النهاية مجال التجارة الإلكترونية هو مجال تجاري تماما مثل أي مجال تجاري آخر، وإذا أردت الدخول للمجال يجب أن تكون جدي وأن تستثمر المال والجهد والوقت لإنجاح مشروعك،
لا يمكن إنشاء مصالح تجارية من دون استثمار المال أو الجهد أو الوقت. أدخل المجال فقط عندما تكون على استعداد للاستثمار. بالنجاح للجميع.